لحد الان ما فيش ولا مراسله رسميه انه رياضه الكاراتي 2024 ما يكونش متواجد في باريس، لكن الامور الرسميه انه متواجده في داكار ان شاء الله لاجل العاب الشباب 2026، ورسميا انه امريكا طلبت رياضه الكاراتي في 2028 بوضع بطوله كبيره بريمير ليج اللي حتكون ان شاء الله في اكتوبر. تقدر تقول انه لحد الان 80% موجود في امريكا ان شاء الله، واغلب العناصر الفريق الوطني هي 18 سنه الى 22 سنه، يعني هذه العناصر هي باذن الله اللي حتنافس بالضفر المكان ان شاء الله في العاب اولمبيه.